مرحبا بكم في جولة أسبوعية جديدة لآخر أخبار العقارات من Invest-Gate، حيث نقدم لكم أسبوعيا ملخص عن أهم الأحداث في سوق العقارات المصري. تستعد الشركة المسؤولة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لطرح 3500 فدان من الأراضي للمطورين العقاريين، وستخصص الأراضي المطروحة في العطاء للمشروعات متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا جديد يكشف أن 1.2 مليون وحدة سكنية تم الانتهاء منها في خلال الخمس سنوات الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 109.6 مليار جنيه، وتم تنفيذ 41.7% من هذه الوحدات من جانب القطاع العام، فيما نفذ مطوري القطاع الخاص باقي الوحدات. وافق مجلس الوزراء على السماح لشركات العقارات بالقطاع الخاص بالمشاركة في بناء وحدات مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تستهدف محدودي الدخل، وينص مشروع القانون على أن تنطبق الشروط على جميع المدن الجديدة باستثناء القاهرة الجديدة والشيخ زايد. من المقرر أن يتم طرح 5706 وحدة سكنية للإيجار في 10 محافظات ابتداء من أكتوبر المقبل، وسيتم طرح الوحدات للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 1500 جنيه فقط. كان هذا ملخص Invest-Gate عن سوق العقارات المصري لهذا الأسبوع. نتمنى لكم يوما سعيد ونراكم الأسبوع المقبل.